بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيقول لك من كام يوم كده اتفقوا على آليات معينة للانتخابات في ليبيا، في بوزنيقة، في المغرب. وخلاصة الموضوع يا جماعة، أنا اتكلمت في موضوع الانتخابات ده من زمان وقلت لك إن ليبيا آخر دولة هتهدأ في المنطقة، يا هي يا السودان، واحدة فيهم هتكون هي آخر دولة تهدأ في المنطقة، برغم ان ليبيا هي اول ثورة ناجحة في المنطقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الخلاصة يا جماعة عشان اجيب لكم من الاخر، السيناريو بتاع الانتخابات اللي هي اتأجلت، وانا من 3 سنين قلت لكم او من 2 سنين قلت لكم مش هتحصل انتخابات في ليبيا، او ان حصلت انتخابات كل واحد هيعلن ان هو فاز ومش هيعترف بالنتائج بتاع الطرف الاخر، ويبقى الوضع على ما هو عليه، وده عنده سلاح وده عنده سلاح، والحسم العسكري هو الحل، وبعد كده لا ده عايز يحسم عسكريا ولا ده عايز يحسم عسكريا، يعني العملية ماشية بهذه الطريقة. الموضوع بتاع الانتخابات الليبية بقى المرة دي ممكن يتكرر نفس السيناريو، برغم انك انت شفت القادة الليبيين اتفقوا في المغرب وتقريبا يعني الموضوع شبه منتهي، لكن لسه بقى عايز احط لك احتمال تاني يا ابو الابطال. بقى ايه هو الاحتمال التاني يا ابو الابطال في الانتخابات الليبية؟ ان هم يعني يدخلوا امريكا المصيدة. ازاي برضو يدخلوا امريكا المصيدة؟ الوقت الاحتمال ان السيناريو اللي فات يتكرر وما تحصلش انتخابات، ده وارد، واحتمال ان تحصل انتخابات وكل واحد يعني يقول ان هو نجح وما يعترفش بانتخابات التاني، برضو ده احتمال. دول الاحتمالين اللي انا حطيتهم لك قبل كده. المرة دي بقى اضف لهم احتمال تالت. ايه هو الاحتمال التالت يا ابو الابطال؟ في احتمال انه يحصل توافق بين الشرق والغرب في ليبيا، والغرب يكسب الانتخابات فعلا والشرق يعترف بيها، وبعد ذلك تشكل حكومة. هتقول لي ايه الجنان ده؟ اقول لك هو يبدو ان هو جنان، لكن لما تعرف ايه هو هدف الموضوع يا ابو الابطال مش هتستغرب منه، فركز معايا عشان الكلام الجاي ده مهم جدا. لو حصلت انتخابات في ليبيا والجماعة بتوع الغرب كسبوا، او ممكن حتى بتوع الشرق يكسبوا كمان، يعني طرف يكسب والطرف التاني يعترف، ده المطلوب وده تقريبا المستحيل. لو حصلت يعني لو حصل هذا الوضع ايه اللي هيحصل؟ هتبقى ليبيا عندها حكومة منتخبة ديمقراطية، وبعد ذلك الحكومة هذه هتاخد بقى مقعدها في الامم المتحدة وهتاخد وضعها القانوني، وهيقول طب وايه المشكلة في ده كله؟ ده في كارثة اصلا مش مشكلة. ايه هي الكارثة دي يا ابو الابطال؟ الكارثة دي انه الوقت الحكومة ديت لازم تدفع الثمن. طيب ايه هو التمن؟ التمن ان هي تروح تعمل معاهدة دفاع مشترك مع الروس، والامريكان اكيد صحيين للموضوع ده، ويبقى الوجود الروسي بدل ما هو في شرق ليبيا بشكل غير قانوني هيبقى مقنن، وهيبقى روسيا تبرطع اكتر وتروح ليبيا وتيجي اكتر، عندها معاهدة، وبالتالي يا ابو الابطال ده هيخلي الامريكان يجن جنونهم، لأنه هيحصل تمركز عسكري أكبر بكثير من الموجود دلوقتي، ومش هيبقى بقى التمركز العسكري لشركة فاغنر بس، ده هيبقى التمركز العسكري للجيش الروسي الرسمي اللي هو غالبا هيكون مكون من السوريين المخطوفين من عند بشار الأسد، وهيبقى جايين شوية من عند قدريوف، وهيبقى في شوية روس برضو، يعني هيبقى في التشكيلة دي. في الحالة دي يا ابو الأبطال أمريكا هتلاقي نفسها في وضع صعب للغاية، وبالتالي أمريكا هي تقرأ هذه القصة، وبالتالي أعتقد أن أمريكا مش هتسمح بيها. فأمريكا ربما لما تلاقي الموضوع ماشي في هذا الاتجاه تحاول تبوظ الانتخابات والحكومة، وتحاول تعرقل الاعتراف بالحكومة دي في الأمم المتحدة، وتعمل حاجات كتير. أمريكا بتاع بلطجة يا ابو الأبطال. دي الخلاصة. الخلاصة يا جماعة في السياسة العالمية، الجزمة أصدق إنباء من الكتب، عشان تحطها في دماغك. فخد بالك، واحد يقول للوقت طيب ما ممكن الطرف يغدر ويوعد الروس بأنه هو هيعمل معاهم معاهدة، وبعد ما يكسب الانتخابات ويتم الاعتراف به دوليا
ما يعملش المعاهدة ويروح يعمل معاهدة مع الأمريكان، أقول لك شيء في منتهى الصعوبة، بل هو أقرب للمستحيل، لأن الأتراك مع الليبيين هينصحوا، والأتراك مع الليبيين عايزين أصلا يجرجروا الأمريكان ويضربوهم بالروس، فمش هيروحوا يدوا قبلة الحياة للأمريكان. طبعا مستحيل حاجة زي كده تحصل. واحد يقول لك عبد اللطيف طب روسيا تضمن ازاي؟ اقول لك ما روسيا تضمن لان هو الشرق مسلح والشرق مع حفتر، وروسيا هي اللي تدعم حفتر، ولو حصل اي نوع من الغادر تقلبها حرب اهلية، يعني الحكومة بتاع غرب ليبيا هتدفع الثمن غالي لو غدرت، ما اعتقدش ان هم يغدروا عموما. المهم خليني اكتفي بهذا القدر ونشوف ايه اللي هيحصل، والسلام عليكم.